مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجد في منطقة عين السبع بالدار البيضاء في قصة لعدد كبير من المغاربة تبعوها، ديال هشام والزوجة ديالو وعنده وليد. تحرقت لهم الدار، سبابهم البوطة. مشاهدينا الكرام، هشام الزوج تقاص العافية بشكل كبير، والوليد رجال الأمن مشكورين أنه الأم يعني الزوجة ديال هشام قفزات من الشرجم وساعدوها رجال الأمن، وفروا لها أمور اللي تقدر تساعدها بأنها ما تموتش. مشكورين رجال الأمن في هذا الشأن. التفاصيل ديال الملف من الأول ديالو تبعوا معايا. السلام عليكم هشام، لاباس عليك؟ لاباس، اللهم لك الحمد. كيف بقيتي يا خويا؟ اللهم لك الحمد شويه، اللهم لك الحمد. حفظك الله تعالى انت والوليد والمراه. سر الله سبحانه وتعالى. عاود لي من الاولي اخويا. كنت ناعس من هذيك الميقات الساعه ونص، فقش قلت المدام عمرنا اشي، ناضت شعلت البوطه، كانت البوطه كتنفرس. واش حل الدري الصغير ولا الله اعلم؟ مع ديك الشعله اللي شعلت البريكو ويدي العافيه، كان واحد الداري واقف هنا ولي شدت فيه العافيه، ومع السدادر ديال الحلفه وديال السميت وديال القطن دغيا انتشرت العافيه. انا ما حيتش لمرتي، ما حيتش لولدي، ما حيتش راسي، مابقاش كتقلب فيه العافيه. ما شفتش من ندير، ما شفتش من ندير. فكرت في الدري الصغير والاول، شديت الدري خشيتو تحت من الجاكيطه ديالي وغمرت براسي ودخلت وسط العافيه وخرجت. واخا الدري مسكين تأذى ليا بزاف، تقصح ليا مسكين بزاف، تحرك في دارو، تحرك في رجليه، في ودنو، واحد الحاله لا يرشى لها. ستر الله سبحانه وتعالى وصافي، هادشي اللي كاين. مشيتي للطبيب؟ كيفاش الدرجات ديال العافيه عندك في لحمك؟ مرحله ثانيه وسميتو الا تحلت لي عينيا اليوم. عينيا كانوا تسدوا لي، كنسحب مع راسي ما بقاش غنشوف. انا الا تحلوا لي عينيا اليوم الحمد لله، هذا فضل من الله. وهادشي ما كنتش حاس بيه، ما ضان بيه، وني قدر الله سبحانه وتعالى ما عندي من دير. ايوا دابا تضررت بزاف، مشاو تحرقوا الحوايج، مشاو فلوس، مشات هذاك الشيء ديال دور زمان اللي حاطو بنادم اللي غيتنفع منه حتى هو مشى. يعني انا كون ما لقيت واحد الاخت ديالي مسكينه تساعدات معايا داتني السبيطار، ما غنمشيش، ما غاديش نمشي، ما غنقلبش نتعالج لا حتى شي حاجه. واحد الحاله لا يرجع لبها. هاد الدار دابا اللي انت فيها اللي تحرقات اللي حنا فيها، الشراجم مهرسين، كلشي مهرس، الضو ما كاينش، كتبات هنا ما ساعدكم حد، ما كاينش شي حد اللي عطاكم فين تسكنوا غير تقاد الامور. ما كاين حتى شي مساعده، ما كاين. لبتنا كنباتوا عاد شي ناس وصافي. حتى الدري من كيوصل ليا الباب هنا قلبو كيبغي يسكت بالبكا، مابقاش مسكين، كنبقى لي داك الديكور في الدماغ ديالو. الدري مسكين بحال مرض ليا في الدماغ ديالو، يعني مسكين كيتخيل ديك اللحظه ديال خرجت وسط العافيه، ما بغاش تنسى ليه مسكين. الدري عنده 3 سنين و تيقول لك بابا انا ما ندخلش لهنا، ما نجيش لهنا، نمشيو على الزنقه. وهادشي اللي كاين اخويا. انا المره ديالكم كم بفضل ديال رجال الامن كون ضاعت مسكينه، يعني هما اللي داروا لها واحد المانطا وتعرضوا لها مسكينه وشدوها. يعني كون ما تلاحاش غتبقى هنا حتى تجكدا، حيت انا بغيت نرجع باش نساعدها، ما قدرتش. العافيه شاده في الباب وخرجت حتى لعند الباب الناس الاخرين، يعني باش غندخل انا ما قدرتش. يعني بغيت نضحي ندخل نعشقها هي. الحمد لله حتى خرج واحد السيد قال لي لا ما تخافش مرتك تلاحت. انا هادشي اللي بقى فيا حتى من الموش مسكين ديالي مربيه تحرق ليا. اش منطاج هذا فاش حنا دوزيام ايطاج؟ تلاحت من الدوزيام. تلاحت مسكينه من الدوزيام ولا موقع ليها والو. توعتت في دارها وفي رجليها، توعتت مسكينه في دارها وفي رجليها. حتى مشينا للسبيطار ما كانش شي مساعده في السبيطار، ما تسوقونا ما والو. يعني حتى البارح مشيت لداتني الاخت ديالي الميريز وعابداش تكلفوا بيا وعابداش داواوني. انت فاش خدامي؟ كان بريكولي على الدروك لي انا، اللي بغى يطلع الخيش اللي بغى يهبطو. مره بريكولاج، مره مريح وغادي مع الوقت. وكاين الوالده ديالي مسكينه، مع ساكنين حنا عائله هنا، ساكنه مع الوالده وانا والزوجه ديالي. مسكينه كتخرج تبيع وتشري، هذاك الرزايق اللي كان جامع مسكينه تحرق لها كامل، مشى كلشي مشى. يعني الوالده نهار الواقعه ما كانش. الوالده كانت خارجه، كانت غير انا والمدام والوليد. يعني حتى هاد المانط اللي مفرش انا راه واحد السيد مسكين جاري هو اللي حنا عليا بهاد الشيء. ما بقى حتى شي حاجه، ما بقاش من غير الحيوطه صافي هما اللي بقاو. المنطقه اللي انت فيها الان
كاين الجماعه الحضاريه وكاين المسؤولين في اطار المساعده الاجتماعيه، ما كاينش اللي جحنا والله ما تنقدر نشوفك اقسم بالله العظيم. لا والو ما كاينش شي مساعده، ما كاين ما كاين حتى شي مساعده، ما كاين. ساعدني واحد لي صديق اللي مسكين ساكن في هاد المول هذا، من هاد المنبر ديالي غنذكر الاسم ديالو، السي سعيد الله يكثر خيره، الله يجعل ربي يجازيه. يعني دخل واحد، يعني دخل دار واحد المجهود كبير، واحد الروح قتاليه، يعني قبل ما تحضر الوقايه المدنيه دار واحد الخدمه اللي ضحى بروحه، كيسحب اللي الباب الاخر مسدود، كيسحب كاين الحاجه الوالده ولا الوالد مسكين فرقعوا ما لقات حتى حاجه، يعني دار واحد المجهود كبير، طفى العافيه حتى حضرت الوقايه المدنيه عاد كملوا. يعني كون ما دخل لك السيد كان غيتاذى الموبل كامل، راه حتى الجيران اللي اون فاس معانا عرفتي مر الباب ديالو ما شدت فيه العافيه، راه واحد العافيه انتشرات مع دوك السداد فيهم الفرشي، واحد الحاله لا يرشى لها بها. التلفازة كنت معلقة أنا في الحيط ما لقيتهاش، دابت مشات، حتى حاجة ما بقاش. شكون اللي كيعطيكم ما تاكلوا دابا؟ والو، ما كاينة حتى شي حاجة، ما كاينة. قبيلة كنا مريحين في الزنقة، جابت لي واحد المربوكا هادي هو باش كليت، وأنا أصلا ساهية مسدودة لي أنا، اللي مأثر فيه بزاف هو داك الوليد الصغير. مسكين بحال العقل ديالو مسكين، ما بقاش مسكين باغي يجي لهنا، كيتخلى عليا، كيتقفز ليا، كيبقى مسكين الليل كامل هو يحك، الليل كامل هو كيحك. ما كاينش لا مساعده، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين، ما كاينش شي مساعده، ما كاين والو، ما كاينش مساعده. هشام قول لي بغيتي، اللي عجبك قولو، قول لي بغيتي. انا ما كرهش خوتي مسلمين يتعاونوا معانا، يتعاونوا معانا، اللي بغى يصاوب لنا شي حاجه يصاوبها، واللي بغى يتعاون معانا يتعاون معانا، هادشي اللي غنقول. انا ما بغيتش، انا ما باغي لا فلوس لا والو، بغيت عادلك الوالد والوالد استقروا وصافي، ما بغيت حتى شي حاجه، ما باغي انا، بغيت هادوك الناس مساكن يستقروا، بغيت داك الوليد يرجع للحاله ديالو. اما انا وخضع عليا وجهي ما عنديش المشكل، انا صافي، انا كنشوف ما كنشوف حتى شي حاجه، انا قدامي كنشوف غير وليداتي والوالد والوالد. حتى مسكين الدري الاخ ديالي هو مساكن معنا هنا، مريض مصاب السكر، مسكين واحد الحاله لا يرشى لها بها، مسكين ما عرفتش انا فين دابا، وما راضيش بهاد الحاله هذه، مسكين تحربوا لي حتى هو حوايجو، الشم اللي باري اللي كيدوق ديال السكر تحرقوا لي، بقى عند والو. عاد مشى طلع دعم شي مسكينه هي اللي مشات للصيدليه خدات لي 200 درهم للبره، كيدوق مسكين الانسولين، واحد الحاله لا يرجع لها بها. او مسكين كانت البلاصه ديالو هي هذه، حيت حنا عائله قاس فهمتي، كله شاد بلايصه ديالو هذه، والصالون حنا كناش دايرينو الصالون، كنا دايرينو قاسمين بماريو، قاسمين بلاصه. يعني خويا مسكين واخد واحد المتر ونص كيبات فيها مسكين، هو مسكين دابا طج، ما عرفتش واش به خير ولا ماشي به خير. الله يفرج عليك يا ربي، الله يفرج عليك. مشاهدينا الكرام، انا سوقت لي الدعاء والبكاء، ما عرفتش اش غادي نقول لي، والله ما قدرتش نشوف فيه، لانه الله عز وجل ولي عن الوضع ديالو. السؤال المطروح في الموضوع، وشنو اللي صعيب؟ القضاء والقدر مكتوب الله تعالى، الاختبار في الدنيا، إيماننا بالله عز وجل أمر لا يناقش، ولكن أصعب مرحلة مش هي العافية ولا الواقع، هو الظرف هي اللي فيها الآن. هو جالس في هذاك المنزل، كل شيء في المنزل ديالو، عنده هاد الزريبيه طوالي الناس، وهنا ما كاينش حتى الشرجم، وعنده وليد صغير تيقول لك واحد الجار عطاني بوكارديوس ما ناكل، ما كاينش اللي كيسول عليا، واخا يكون قلبتي هنا حجر. مشاهدينا الكرام، طلب الجل المغاربة غنوضع رقم الهاتف ديالو، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين، كل من ساعد أو ساهم في هذا الأجر مع هاد الناس، هذا قضاء وقدر. حفظ الله عز وجل، هو لازال في الدنيا باقي يعيش، الوليد كذلك، الأم دور كبير، داروا رجال الأمن، رجال الشرطة مشكورين أنه ساعدوا ووفروا لها فاش تأمن نفسها، طاحت من الدوزيام باش تعيش. غادي نشوف مع الموضوع. مشاهدينا الكرام، غنوضع رقم الهاتف ديالو، ارجوكم نساعدو وفق المستطاع، الله يقبل الاجر ديالكم. كما قلت في السابق، انا شنو اللي قدرت هو ندعي معاه ونكيعده، ما قدرتش نشوف فيه. الله عز وجل هو اللي عالم به وبالوضع ديالو، وكذلك المغاربه. انا عندي اليقين انهم غادي يتموا بهذه العائله ان شاء الله يا ربي وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، شوفوا معايا الفيديو الثاني، غادي نوضعوا مع الزوجه، تبعوا معايا.